حريق في بنزرت عند العام مساء أمس، حريق هائل بزوز مستودعات على ملك أحد الفلاحة في منطقة قصة البي من معتمدية ماطر، بداخلها رؤوس أغنام وحزم من التبن وبيوت نحل، حسب ما أكدوا الرائد صالح الذوادي رئيس فرقة الحماية المدنية في ماطر. قال زيدا بأنه وإثر إشعار وحدة الحماية المدنية بالحادثة، تم توجيه زوز شاحنة إطفاء على عين المكان لإخماد الحريق، زوز حريق هدومة، وأكد أن عملية الإطفاء والتبريد استمرت إلى حد فجر اليوم الأحد. غدا الاثنين أكثر من 40,000 تلميذ بكالوريا باش يشرعوا في اجتياز دورة المراقبة قدوة الاثنين، بالضبط 40,748 تلميذ باش يعديوا امتحان دورة المراقبة للبكالوريا، أي بنسبة 31% من مجموع المترشحين للمناظرة. غدوة تنطلق دورة المراقبة، تتواصل على مدار 3-4-5-6 جويليا الحالي، باش تكون بداية نهار الاثنين مع اختيار التلامذة في المواد الرئيسية لكل شعبة. ومن المنتظر أن يتم الإعلان على نتائج دورة المراقبة نهار 16 جويليا، وللإشارة فإن نسبة النجاح في الدورة الرئيسية لبكالوريا هذا العام بلغت 36.38%. على كل، ربي نجحهم إن شاء الله، ودورة المراقبة هي فرصة أخرى تعطات معناها للمترشحين اللي ينجموا يقولوا أسعفهم الحظ باش يعاودوا في دورة المراقبة، هي فرصة أخرى ينجموا ينجحوا منها راه، وينجموا يجيبوا معدلات باهين زادة كيف كيف إذا كانوا طايحين باش يخدموا ويضاعفوا الأعداد نتاعهم. ربي نجحهم الناس كل اللي ما أسعفوش الحظ السنة، ميسالش إن شاء الله العام الجاي، مش مشكل، الفشل والنجاح راهو نسبي، والفشل اللي يعلمك قيمة النجاح ما فما حتى مشكل، واللي نجحوا إن شاء الله مبروك عليهم، والمراقبة زادا كيف كيف إن شاء الله ربي يسهل لهم. في آخر المستجدات القضائية، قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بسليانة قرر ختم البحث بحفظ تهمة الاغتصاب في حق الرئيس الأول السابق لمحكمة التعقيب الطيب راشد. للإشارة فإن امرأة كانت تقدمت بشكاية لدى المحكمة الابتدائية في منوبة، واتهمت طيب راشد باغتصابها، ليتم استجلاب ملف القضية إلى المحكمة الابتدائية بسليانة، حيث أصدر قاضي التحقيق بطاقة إيداع بالسجل في حق الطيب راشد إلى حين استكمال الأبحاث في ملف القضية، حسب ما نقلته إذاعة موزايك أفام. وتجدر الإشارة إلى أنه قاضي التحقيق وافق لاحقا على الإفراج على الطيب راشد، غير أنه دائرة الاتهام نقضت القرار بعد استئنافه من طرف النيابة العمومية، وبالتالي هو قاضي التحقيق حفظ، تم حفظ التهمة معناها متاع الاغتصاب في هذه القضية. تطورات كبيرة في فرنسا، خسائر كبيرة. وزارة الداخلية الفرنسية أعلنت اليوم لحد 2 جويليا 2023 حصيلة خسائر كبيرة خلفتها الاحتجاجات اللي اندلعت بعد مقتل الشاب نائل عمره 17 سنة على يد الشرطة. وزارة الداخلية الفرنسية قالت في بيان لها بأنه 45 شرطي ودركي على الأقل أصيبوا في الأحداث هذه، فيما تم إيقاف 719 شخص على الأقل في ليلة البارح، ليلة السبت لحد في ليلة واحدة 719 شخص على الأقل في الليلة الخامسة للاحتجاجات. وقالت أنه تم حشد حوالي 45,000 من رجال الشرطة والدرك، وآلاف من رجال الإطفاء في الليل في أنحاء البلاد. قالت زيدا بأنه المتظاهرين أضربوا النيران في 871 موقع عام، يعني مؤسسة عامة ولا، و 577 سيارة، وألحقوا أضرار ب 74 مبنى في نفس الليلة، حسب ما نقلت وكالة الأناضول. يعني خسائر كبيرة
فقط التعبير على الغضب وكل شيء والقتل مدين وكل شيء، اما 577 سيارة تم حرقها. الناس ما عندهم حتى ذنب، ناس عبيد عادي ما نتخدم على رويحة ولا كل. 577 كهرباء اتحرقت في الاحتجاجات هذية، الناس ما عندهم حتى ذنب في القضية هذية. للإشارة فإنه اليوم أصبح شفنا حديث على تراجع نسبي رغم الخسائر اللي شفناها ورغم الإيقافات بالمئات، نلقاو تراجع نسبي في أعمال الشغب الليلية في فرنسا، ونحكيو على هدوء نسبي وإلا عودة الهدوء تدريجيا. والبارح يعني سبت ليلة السبت لحد دونك أعمال الشغب في فرنسا سجلت تراجع نسبي على رغم الأحداث المتفرقة وتوقيف المئات بعد ساعات من تشييع الشابني لدي اللي أطلق مقتله برصاص شرطي نهار الثلاثاء اللي فات. شرارة أعمال عنف طالت مختلف أنحاء البلاد بما فيها مدن كبرى، وحتى شفنا رئيس يعني رئيس فرنسا كانت عنده زيارة لألمانيا اليوم ولكن أجلها في معناها الاحتجاجات والعنف وأعمال الشغب وكل اللي شملت برشا مدن، معناها باريس، شفنا زادة مارسيليا، شفنا ليون، 45,000 عنصر من قوات الشرطة والدرك اللي حكينا عليهم بينهم 7,000 في باريس وضواحيها، وفما تعزيزات أمنية أخرى مشيت المرسيليا ومشيت اليوم وعدة مدن أخرى صارت زيادة يعني أعمل في خلالها أعمل شغب. هذه صارت السرقة، صار النهب. كيفاش توفى الشاب هذية؟ توفى برصاصة في الصدر أطلقها شرطي من مسافة قريبة في أثناء عملية تدقيق مروري، قالوا كيري كرهبة وشنو وما عندوش أوراق ولا ما عندوش بيرمي، في ضاحية نانتير غرب باريس، ووجهت إلى الشرطي الموقوف عمره 38 عام تهمة القتل العمد، تم إيقافه. نحب نقول بأنه زاد أعداد كبيرة شاركت في مراسم التشيع البارح بالمئات العباد من مسجد ابن باديس إلى مقبرة يعني في ضحية في ضحية الباريسية، مع العلم أنه العائلة طلبت عدم حضور صحفيين لتغطية مراسم الوداع. وانتهى التشييع قرابة 5:30 متاع العشية بتوقيت غرينيتش في هدوء شديد في خشوع من غير تجاوزات حسب ما أفادوا شهود عيان الوكالة فرانس بريس اللي هي معناها نقلت هذه المعلومات. وشفنا احتجاجات كبيرة ياسر خلت ساعة رئيس فرنسا يقص على اجتماع بروكسل لكن هار ويروح، واليوم يلغي زيارة أو يأجل زيارة كانت مقرة ألمانيا نظرا للاحتجاجات الكبيرة اللي هزت فرنسا.